من 2011 والحوثي متجه إلى مارب، من 2011 قاتلوها أهل مارب في الجوف وفي أطراف مارب في الصفراء، من 2011 وهو يهاجم مارب إلى اليوم هذا، من 2011 إلى اليوم هذا، وإن شاء الله إلى يوم القيامة يدخل مارب، تمام؟ ومن أراد المارب السقوط سيسقط هو والحوثي قبل تسقط مارب وقبل تسقط الجمهورية. مارب يعني لها يعني المعارك اللي متجهة عبر صرواح 5 سنوات، والحوثي في صرواح ندفن كل يوم ندفن منهم يعني العشرات، وهذا يؤسفنا لكنهم جوب أنفسهم للموت في صرواح، يعني يمكن أكثر من 20,000 من جثث الحوثي من 2015 إلى اليوم، أكثر من 20,000 في صرواح، وهذا الأيام كل يوم على الأقل يعني على الأقل 100 جثة تحصلها مجندلة. ومن أراد الموت يتوجه المارب، من أراد الموت يتوجه المارب، لن يدخلها الحوثي ولن تحكمنا إيران ما دامت روسنا تشم الهواء. أي واحد توسوس له نفسه ولا يفكر أنه يصل مارب سيموت دون مارب، ولا يهمنا يقتل من ما قتل حتى نقتل جميعا، لا يمكن يدخل مارب الحوثي، ولا يمكن أنه يدنسه أو أنه يعني يحكم اليمن نهائيا. سندفنه في مارب وسندفن مشروعه ونتحرك من مارب إلى صعدة، وأي واحد وإلى صنعاء، أي واحد يريد التوبة أنا أطالبهم من اليوم، من تاب ممكن نتسامح معه، يتخلى عن الحوثي، يتخلى عن الحوثي من اليوم. مارب ما يبقى يدخلوها والله لو 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 يحشد قلت لك جيوش إيران كلها، ولو يضرب في كل دقيقة صاروخ سكود على مارب ما تزلزلت المقاتلين ولا تزلزلت قبائل مارب. طيب. ولا الجيش الوطني في مارب رجال يعني يحبوا الموت كما يحبوا يعني الفرس الحياة في سبيل الدفاع عن الجمهورية والأمة العربية. مارب خط الدفاع الأول مثل ما كان صدام حسين وكانت بغداد تدافع عن الأمة العربية، الآن مارب تدافع عن جنوب البوابة الجنوبية للأمة العربية، تمام؟ وستهزم المشروع الفارسي بإذن الله. لا يمكن أنهم يحكمونا أو أن احنا يعني نخضع لهم.